النهارده الحقيقه كان في ايضا اجتماع مهم جدا بين الكابتن خالد بيبو مدير الكره والكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب من اجل توضيح موقف لاعيبه النادي الاهلي النهارده من انطلاق معسكر المنتخب. الحديث كان حول الرؤيه الخاصه بلاعبي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين ان لاعيبه النادي الاهلي عندهم ارهاق بدني وذهني، وكان اهم ما اصر عليه مارسيل كولر ان اللعيبه تاخد على الاقل من 4 لـ5 ايام كاجازه بعد نهايه مباراه دوري ابطال افريقيا. ولكن كان الكابتن حسام حسن عنده شكل مختلف او كان عنده تفكير اخر، وفي النهايه الكل بيساند بعضه. النهارده القعده اللي كانت ما بين الكابتن خالد بيبو مدير الكوره وكابتن حسام حسن الحقيقه كانت مهمه جدا 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 في اطار التوضيح اللي انا بقوله لحضراتكم، توضيح ما بين الكابتن حسام والكابتن خالد بيبو. وكان زي ما حضراتكم شايفين كان حريص الكابتن خالد بيبو على مدير الكرة على مصاحبة لاعيبة النادي الأهلي عند انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم، وعقد جلسة ودية مع كابتن حسام المدير الفني للمنتخب في حضور جهازه المعاون. دار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعيبة النادي الأهلي الذين يعانون من إرهاق ذهني وبدني بسبب الضغط المكثف للمباريات محليا وإفريقيا خلال الفترة الماضية. وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها بمعرفة الجهاز الفني للنادي الأهلي. الحقيقة أنا شخصيا بأثمن مثل هذه الجلسات. منتخب مصر ده بتاعنا كلنا، مش بتاع حد، مش بتاع مدير فني، مش بتاع حد خالص، ولكن المدير الفني هو المسؤول عن مدير الفني للمنتخب هو المسؤول عن وضع التشكيل المناسب، وضع الاستراتيجيه المناسبه عشان تفرح الشعب المصري كله. والشعب المصري كله 80 90 مليون من الشعب المصري اهلاويه. وبالتالي وجبت هذه القعده حتى لو كانت قعده وديه عشان نصل بشكل مناسب او نصل بشكل لعيبه النادي الاهلي بشكل مناسب يبقوا موجودين مع المنتخب وفي نفس الوقت يبقوا مستريحين، لانه في النهايه لو لعيبه النادي الاهلي مش مستريحه هيبقى المنتخب عنده مشكله، وبعد كده النادي الاهلي هيبقى عنده مشكله. مارسيل كولر كان مصر على ان اللعيبه تاخد 5 ايام من 4 لـ5 ايام اجازه هيكملهم، اعتقد ده بناء على الاتفاق، ثم بعد كده لعيبه النادي الاهلي تنزل التدريبات بالحمل التدريبي اللي يراه المدير الفني للمنتخب كابتن حسام حسن كشكل مناسب للفترة القادمة. ومثل هذه الأمور هي اللي بتحل كل المشاكل، الأعداد المباشرة لما يبقى الوش في الوش والكلام عن مصلحة بلدك ومصلحة لعيبة بلدك بعيدا عن أي انتماءات لأي نادي تبقى الأمور مختلفة تماما، وده اللي حصل النهاردة. ويعني انا واحد من الناس اللي مبسوط جدا جدا بهذه القعده، لانه في النهايه لعيبه النادي الاهلي اللي هم لعيبه منتخب مصر بالمناسبه او 60% من لعيبه المنتخب الوطني هم لعيبه النادي الاهلي. فاللعيبه دي تبقى مستريحه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتشين اللي جايين لمنتخبنا الوطني.